سلام البنات، ان شاء الله تكونوا كامل ملاح. شوفوا الفيديو تاع اليوم، ما كنتش قاعده دايره له حساب وما رانيش منبه في الدار، بصح كي شفت هاد لاغوسات دارتها وحده نعرفها، شعرها طويل 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 الله يبارك ويطيح، قالت لك كي ندير هاد لاغوسات شغل مع لاباش دارت معجزه في شعرها. قالت لي درت شحال من غوسات مليحه ملي تحبس لها كامل تساقط الشعر وتقوي لها شعرها هاد الوصفه. وقلت انا والله غير دوك هذاك ندير لكم فيديو، لانه ما كاش قد وحده دا عندها التجربه تاعها هي اللي دارتها. هكذا البنات، لاغوسات واش فيها؟ ديري حبه بصل تكون كبيره، حبه بصل تكون كبيره هي على حساب طول شعرك. لانه علاش نديرو حبه بصل كبيره؟ لانه قالت لي هذا الماء تاعها يقعد يقطر، راكم تشوفوا فيه هذاك الماء يقطر، نسحقو على بها نديرو حبه بصل تكون صافا كبيره. حبه بصل كبيره نسحقو واحد 6 سنينات ثوم، نقولوا حبه صغيره تاع ثوم، نميكسيوها نحطوها مع هذه ونخلو الماء تاعهم يقطر. لازم البصل والثوم هكا البنات، دوك انا متفاهمين، تحطوهم في صفايه وتخلو الماء تاعهم يقطر، هذا هو اللي نسحقوه باش نكملو به الماسك. من بعد كي يقطر لنا كامل الماء وتدون عصر ويقطر لنا الماء مليح، واش نديرو هنايا؟ نروحو نشدو زوج حبات تاع بيض كيما راكم تشوفو على حسب الطول تاع شعركم. الا عندكم شعركم ماشي طويل بزاف تستعملوه تحقو حبه بيض، الا طويل طويل بزاف وقوي ديروا زوج حبات بيض. عينكم هي ميزانكم، ضروري قتلي البصل والبيض لازم في الوصفه. تروحوا تكسروا زوج حبات بيض هنايا، تميلونجيوهم مع ماء البصل هدايا، وتسحقوا ثاني نصف كاس كبير، نصف كاس على حساب الطول تاع شعركم. والحليب اللي ديروه هو حليب كامل الدسم، ولا من المفضل هي ولا المستحسن الا قدرتو حليب تاع جوز الهند، حليب جوز الهند يتباع في سوبيغات، الا ما لقيتيش حليب كامل الدسم هكا. هاد الوصفه ضروريه تكون متكامله هكا البنات. هذا ما كان واش فيها، نخلطوا الخليط تاعنا كامل. من بعد واش نديروا؟ طريقه الاستعمال ثاني ضروريه لازم تفهموني كيفاش تروحوا، ما يستعملش على شعر ناشف وما نستعملش على شعر يكون يعني مسخ ماشي مقي. كيفاش نروحوا نديروا؟ نروحوا نغسلوا شعرنا بالشامبوان، كي نغسلوه يروح كامل الاوساخ اللي في الشعر والزيوت وهذوك التراكمات تاع الزيوت، وزيد يتحلوا لنا لي زيكاي هكذا. من بعد نعصروه مليح، نحولوا هذاك الماء فوطان بيان سور، نحولوا كامل الماء يكون اوميد. من بعد تيك نهبطوا شعرنا للارض، درت لكم هذه تات ماليابل بالعاني باش تفهموا. هكذا تقلبوا شعركم للارض. علاش تقلبوا هكا شعركم؟ باش ما يسيلش عليكم، لانه هذايا شغل ليكيد في ليكيد، حاجه كي تكون سائله طيح عليكم. هكا من المفضل هبطوا ريسانكم وفرغوا هاد الخليط بشويه في شعركم، وقعدوا مالاكسيو هكا في الشعر هكا، دخلوا في هذوك هدايا الخليط اللي درتوه دخلوا هكا في شعركم وحكوا خاصه الجذور. خلطوا 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 مليح في شعركم هكا وخلوه بون. والخليط هدايا تخلوه ساعه في شعركم هكا البنات، خلوه غطوا شعركم، خلوه مو ساعه، غسلوا شعركم عادي بون. العمليه هذه تعودوها اللي شعرها يطيح عندها تساقط شادي حتى تخاف تعود يجيها يعني كيفاش نقولوا حنايا تتفرطس، يجوها فراغات في شعرها، تعاود العمليه نهار بعد نهار. قالت لي انا كنت نديرها نهار بعد نهار هكذا، الله غالب هكا باش شعرك يولي ما يطيحش. ولا اللي عندك زعما كي تمشطي تحسيه يطيح لك هكا بالمشطه بزاف، ولا كي تجبدي هكذا شعرك هكا تجبدي بزاف معاه الشعر، هذيك ديريها خطره في الاسبوع. يعني العمليه تاع الاعاده تاع هذا الماسك على حسب تساقط الشعر تاعك انتيا هكذا البنات. وعاودوا هاد العمليه تلقاو عليها نتيجه روعه، من الاسبوع الثاني ديجا تحسوا لا ديفيرونس في شعركم وتحسوا نسبه التساقط نقصت بكميه كبيره. شكرت لي فيه وعاودت، شكرت لي فيه وعاودت، سي بوغ سا قلت انا ندير لكم هاد الفيديو، خاطرش كاين بزاف اللي راهم يقولوا لي على تساقط الشعر. كنت حندير لكم وصفه من بعد بدلت لانه ما خرجتش وما شريتش
حكاية. المهم لقيت هذه قدامي لأنه شعرها الله يبارك طويل بزاف وقوي، وورت لي بلي شعرها كم ماهوش يطيح. قالت لي هذا الأسبوع الثالث اللي حتعاودها. قلت والله غير نفيدكم، دايما يقول لك سقسي المجرب وما تسقسيش الطبيب، هكذا البنات. ان شاء الله يكون فادكم هذا الموضوع واستفدتم منه. الى الملتقى في فيديو واحد اخر، والسلام عليكم.